المباشرة من هنا طنجة. يحدد المعمور يوم غد اليوم العالمي الدولي للعيش معا في سلام الذي يصادف 16 من ماي كل سنة. وهذا العام هناك احتفاء على مستوى هذا الحدث في نسخة خامسة، ونعلم بأن في 8 ديسمبر 2017 كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قرارا بإعلان 16 ماي يوما دوليا للعيش معا في سلام. طبعا هذا من أجل ترسيخ قيم السلام والتسامح والشمولية والتفاهم والتضامن، ثم كذلك من باب التعبير عن الرغبة في العيش المشترك والعمل متحدين رغم الاختلاف. اليوم العالم يسير نحو أهداف جديدة، نحو آفاق يتطلع إليها من أجل بناء عالم قابل للحياة وبالتالي قائم على السلام والتضامن والانسجام. في مدينة طنجة تخليد هذا اليوم العالمي الدولي للعيش معا في سلام يتم بطريقة جميلة وأنيقة من خلال البرنامج المسطر لهذه الغاية، والذي ستطلعنا عليه الأستاذة فردوس ميري السحلي المسؤولة عن الجانب الإعلامي في جي إي فاب التي يمكن اختصارها في اليوم العالمي الوطني للعيش مع بعضنا في سلام. مرحبا بك أستاذة فردوس ميري السحلي. بارك الله فيك سيدي، شكرا بزاف، شكرا اللي عرضتونا، وشكرا شكرا للمستمعين الكريم، شكرا لكم كاملين، شكرا. النسخة الخامسة من هذا الاحتفال باليوم العالمي الدولي للعيش معا في سلام اللي كتقام في مدينة طنجة يوم غد 16 من ماي، وأيضا خلال هذه الأيام هناك تصدر لبرنامج مهم، هل يمكن أن تطلعي المستمعين على محاور هذا البرنامج؟ مرحبا. دونك ان شاء الله ابتداء من غدا، من نهار 2 16 ماي، عندنا دونك غنحتفلوا بهاد لا جورني انترناسيونال دو فيفر انصامبل، لا جيفيب اللي قلتيها بالعربيه. دونك نهار 2 ان شاء الله كاين واحد ليفينمون في كازا من طرف جي ال ام لي جون ليدر دو ماروكان، une association هنايا du Maroc لي بارتنير معنا. دونك محتفلين بهاد النهار هذا à Casablanca في l'université l'école EMSI l'EMSI de Casa les Orangers. دونك هاد العام هاد ديال هاد l'édition الخامسة. دونك عن ان شاء الله عن نشروا واحد لو فيلم اللي كيهضر اسمه نوتوس فوالا. ايوا دونك يحكي على الناس اللي عاشوا في لي غير في الحرب، واخا هيدا مور الحرب فهمتي حاولوا يسمحوا لبعضيتهم الجراح ديال الحرب والشروخ اللي دمرتهم اكزاكتومون. ودونك حنا اترافير هاد لو فيلم هذا بغينا نبينوا بلي ان السلام راه ممكن، وبلي ان هاد الوقت هذا اللي عايشين فيه راه محتاجين به بزاف، وهاد السلام هذا وهاد اذا عرفنا نعيشوا مع بعضنا في سلام عن سهلوا الامور وعن سهلوا الحياه نبعثنا كاملين ان شاء الله. هذا الفيلم هو فيلم وثائقي، يعني فيلم دوكيومونتير. دوكيومونتير اكزاكتومون. فيلم المخرج ديالو اعتقد فرنسي فوالا اكزاكتومون بيير بيغار من بلجيكا، هو كان استاذ فرنسي بلجيكي
بلجيكي، اكزاكتومون بلجيكي، هو قرا لو دروا، وكان استاذ، وملي كان استاذ دونك حاول شاف بان هاد الناس الشباب وخصهم يعاونوهم وخصهم يتعلموا يعيشوا مع بعضياتهم، يعاونوا بعضياتهم ماشي يكونوا ضد بعضياتهم. ودونك كاين دونك هاد ليفينمون هذا اللي في كازا، ونفس النهار دونك النهار الاثنين عاوتاني نفس النهار كاين واحد ان اوتر ايفينمون كاين في مراكش من طرف لاسوسياسيون ASLNES. دونك كاين غيكون في مراكش في لو سينما ديال المدرسه ديال لاغ اي اوديو فيزويل. دونك هاد المعلومات هادو كاملين تقدروا تجبروهم في لاباج فيسبوك جيفيب، دونك جي اي في او بي، او الانستغرام جيفيب اوفيسيال. وان شاء الله نهار الثلاث ما كرهناش نعرضوكم كاملين بكم ان شاء الله الناس ديال طنجه، طنجه وانتم امام طبيعه الحال انتما استاذ يوم الثلاثاء مساء من ساعه بالضبط في القاعه ديال سينما تيك المعروفه بسينما ريف. اكزاكتومون التوقيت بالضبط، التوقيت بالضبط 8 الربع ان شاء الله بالعشيه. تقديم ديال الفيلم ديال المخرج بيير بيبار نوتوس، او فيلم نحن جميعا، ربما بالنسخه العربيه. وي مكتوبه مترجمه باللغات العربيه والفرنسيه بجوج. نعم. دونك كلشي غيفهم ان شاء الله. امور امور الفيلم عن غيكون واحد حوار ياك مناقشه بعد الفيلم. فوالا شكرا، وباش نهضروا ونشوفوا نفهموا كيفاش نقدروا نطبقوا هاد العيش مع بعضنا في 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 يوميا. نعم. يوميا كل نهار. طيب كاين واحد النقطه مهمه اليوم، وحنا في الالفيه الثالثه وكنعرفوا بان العالم اليوم محتاج لكي يعيش معا في سلام في امن في طمانينه بعيدا عن بعض الاضطرابات التي لا تساهم مع الاسف في تحقيق هذا الهدف ديال العيش في سلام. اليوم نقدروا نقولوا بان هذا اليوم العالمي الدولي للعيش معا في سلام هو مناسبه لمراجعه الذات، لمراجعه مجموعه من المقومات لا سيما في ظل هذا العالم المضطرب. كل صراحة. وي. وأنا مني كتقول التاريخ ديال 16 ماي كنذكروا الأحداث الأليمة ديال الدار البيضاء، الأحداث الإرهابية اللي كانت وقعت وشكلت واحد صدمة بالنسبة للناس اللي كتعيش وتبغي تعيش دائما في سلام، لأن الكل يوم ينبض هذا الإرهاب وهذا السلوك غير الإنساني. إحنا محتاجين أننا نكون قراب البعض كشعوب كأناس كإنسان باب الإنسانية، أننا نكون كنعيش في أمن وأمان. ومثل هذه المبادرات وهكذا مبادرات ممكن أننا نحقق واحد نتائج إيجابية في جميع الحالات. ملي كتشوف مثلا فيلم كيتطرق لهذا الموضوع برؤية إبداعية وفنية، كتشوف بأن ممكن أننا نتغلب ونزرع بذرة التفاؤل عند هذه الأجيال اللي كتعيش في هذا الكوكب الأرضي. ايضا اكزاكتومون، والحمد لله هاد النهار هذا قرروه 193 دولات. ودونك كانت غير واحد الدوله كانت قالت لا، ما كانش هاد النهار كاع يشوف النهار. نعم فهمتي. دونك فريما باش كامل البلدان بيان سور خرجت في هاد المبادره اكزاكتومون. الانيشياتيف اللي هي عندها اهداف نبيله في جميع الحالات. المغرب طيب يعاون بزاف. شنو الرساله اللي توجهها او اللي كيوجهها الفيلم في اطار تناوله لهذا الموضوع؟ اولا ما نبغيوش نحرقوا الاحداث ديال الفيلم. اولا بعدا الصراحه ملي هضرتي على المغرب راه واحد الدوله اللي كتعمل المجهود ديالها
الحمد لله الله ينصر سيدي. كتعمل المجهود ديالها باش تشعل هاد السلام في القلب ديالنا. دونك مجهود كبير ومعروف للمغرب في العالم كامل، والمغرب كان دائما يده ممدودة الحمد للسلم لله. والسلام. وي مي ديرنيغ مور اعترفوا بأن المغرب هو الدولة الأول دولة اللي كت اللي كت اللي كت ت ت ت ت اللي كتخدم على هاد على هاد السلام، اللي كتحاول مجهود ديالك كامل أكثر من الدولات كاملين ديال العالم. والدولة اللي حققت التعايش مع مختلف الجنسيات العالمية ومختلف اكزاكتومون الأديان من بدون تعصب، بدون الحمد لله. صح أي سلوك فيه الحمد لله ما يسيء للإنسانية وللبشرية. بصح اكزاكتومون الحمد لله. دونك الله ينصر سيدي. وعلى حسب الفيلم، دونك الفيلم دونك غنشوفو على حسب غنشوفو كاين على حسب لي ريليجيون دونك أديان. فوالا، وكاين على حسب الدولات، على حسب واش ما بين المرأة والراجل. دونك هاد لي زينيغاليتي اللي كاينين هادو هما اللي اي وملي غنشوفو باللي ان تصالحوا وما بقاتش هاد لا ديفيرونس، ما بقاش هاد التمييز ما بين المرأة والراجل او شي واحد من اون ناسيوناليتي ديفيرونت من اخرى، ملي ما كيبقاش هاد التمييز هذا كترجع واحد القوة اكثر في 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 القلب ديال كل شيء. ودونك دوكو كيقدروا كيوصلوا لواحد لي بروجي كينجحوا لهم لواحد الدرجه اللي متخيل، اللي مش متخيله، ما تقدرش تتخيل. هذا هو السر ديال التفوق ديال العالم أو البشرية بشكل عام، ماشي في العنف، ماشي في القوة، ولكن في الحكمة، في المحبة، في التسامح، في زرع قيم إنسانية نبيلة. هذا هو المطلوب، وأعتقد أن تخليد اليوم العالمي الدولي للعيش معا في سلام هو مناسبة لاستحضار بعض النماذج الراقية في هذا الاتجاه، وأيضا هو مناسبة لكي يجدد العالم علاقاته مع ذاته ومع الآخر برؤى فيها التسامح، فيها التعايش، فيها المحبة، فيها كل ما يمكن أن يزرع الطمأنينة في نفوس وقلوب الجميع. أنا أتمنى لكم كل التوفيق في هذه آمين البادرة، آمين. شكرا وربما توجهي دعوة مرة أخرى إن شاء الله. شكرا لك. للمهتمين في مدينة طنجة انطلاقا من اللقاء اللي غادي يكون يوم الثلاثاء. إن شاء الله نشوفكم إن شاء الله تم حاضرين إن شاء الله. مرحبا بالجميع، وإن شاء الله الدخول gratuit. بالمجان. اكزاكتومون. دونك شكرا. مرحبا بكم، كاملين بكم، وشكرا بزاف استاذ، شكرا رتونا، وشكرا على الوقت العفو. ديالكم استاذ، وتبارك الله عليكم، وتبارك كل الله على ليكيب التوفيق كامله ديال اس فردوس، ان اف تي. لك منا كل التحيات. إلى اللقاء. ربي يخليك، تبارك الله عليكم، شكرا سيدي. إلى اللقاء. نهاركم مبروك.